بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال سودوادا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وكتابك نور اليقين، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هلكي أينو جوتشوكتي درسي أينو إن شاء الله تعالى إن عاونا إنو كقادي الدون خير الله يدنسي. إن حالي وحينو جوتشوكتي إن صحابتي رضوان الله عليهم والنبي كدل بدي إن أي هجرودان كل كان النبي نو أو غلادي أو إشاري أو فرت أو في قين أي آدان وأي قبتان دنكاس يدل كحبشيدا مركب بوجة أما صفحة كونتوني تضبع ينو كقادنا عوان كأه هجرة الحبشة الأولى هجرة اللو هجرو دي دول كحبشي دا إيكو واد وحكو بلابان تسيدن. فعند ذلك تجهز الناس للخروج من ديارهم وأموالهم. هل كاس الدبق إن وحا ديار قروبي تدباو ديار قروبين أي بحان وإلا بحان إن قريه دي يحوله دي أما أي كبحان قريه دي يحوله دي بنو جيدن. فرارا يقول كو أردي بدينهم كما أشار عليه السلام يقول لا أردي الله فردان الدين تودا. وهذه تاسنا هي أول هجرة من مكة. تاسنا وحي أهيد هجرة دي وقوه الرئيسين لغا هجرة دي مقالة دا مكة صحابة دوك هجرة. وعدة أصحابها 10 رجال وخمس نسوة. رقي هجرة دي نوا طبان نين يشند هوانا. وهم وحينك ليهين عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله. عثمان بن عفان رضي الله عنه ذا النورين ان ايا وحو سوه اسونا وحو كمن ادلتي سوه جرودين اسغا يو ان انت النبي او دلي وقبي رقية بنت رسول الله. وابو سلمة اي صحابي ابو سلمة وزوجه اياه مركا حاسكي وقبي مركاسي ام سلمة رضي الله عنهما. وأخوه يا ولالك لأمه أبو سلمة نن كلو أي حقه يك ولا لها ينول له أبو صبر ابن أبي الرهم. وزوجه مكلفوم يا حاسك سي سجنا أم كلثوم لديه جري. وعامر ابن ربيعة وزوجه ليلى يا صحابي قال عامر ابن ربيعة يا هوين دي سي سنا لورن جري ليلى. وأبو حذيفة ابن عتبة يا سيدو كلا صحابي أبو حذيفة أو دلي نيكي لورن جري عتبة ابن ربيعة أو يسوع صحابي وينو سابقين تكمدها. وزوجه يحاس كي يسوعنا وقبي سهلة بنت سهيل لورنجري. وعبد الرحمن بن عوف با كمدها. وعثمان بن مطعون أيا كمدها. ومصعب ابن عمير إن أيا كمدها رضوان الله عليهم. وسهل إن ابن البيضاء والزبير بن العوام صحابة التي ريي مقعيدو دا أيا كمدها. وجلهم انتو دا كانوا وحيق من قريش انتو ده بدن صحابته هجروا ترى قريشيت بهين. وكان عليهم وحان كجري فيما روى سيد سارورنا ابن هشام وتاريخ يهن كي مسلم كي ابن هشام لورنش رحمه الله وحلي عثمان بن مضعون نو كمي ده هرقي تغي سيدان وشاق نيبا. فصاروا ويبحين على بركة الله إله بركة سيكو بحين. ولما انتهوا مركي اي قادن إلى البحر مركي اي كتغين مقالة مكو اي قادن بدا يعني مقالة جدا مركي هل كان مريين استأجروا سفينة أي وحي كريستين دوني أوصلتهم قارسيس إلى مقصدهم ماشي أي كس عدنا ما أي آدين أو أهمر كاردولك حبشيدا حل كاردولك حبشيدا أي آدين. طبعا ماشي كسو دقين مران يشكي با كتيرا مركا مران كا يشكي قاس هدي الله بن وحينا آن ور صحيحة آن لغاهين ميل كستبو اسكا شاقتا أنك أنا حقو لسومالي هدان نهينا نشاقنو ومركا دي قيب تيدا ينور يلان إلا والا اسكا شاقنا يسودان با شاقتو إريتريا شاقتو إثوبيا شاقتي. سبحان الله محاو دي دي سومالي دا يدا بانا ماشا وقو دو إلاقا سوغلي كارو لأنو باب المندب كنا يدو دو يهدول كا سومالي دا جيسك أفريكا نهل كا سولو يهي سبحان الله بدا عاس نهل كا سيكو تالا marka si fiican loo fiiriyo meeshii saxaabadu ay ka soo degeen Uthman ibn Affan iyo haweenidiisi Ruqayya bintu Rasuulillaah inanti Rasuulku dhalay sallallahu alayhi wa sallam waxa ahayd dhulka ay Soomaalidu degto
waanan ku haysanay Itoobiyaanka sababtoo taariikhdeenni iyo xoolaheenni iyo hantideenni oo dhan bay qaateen dhulka ay ka soo degeen waxay ahayd Soomaaliya ayay ahayd way faqamu waxay halka deganayeen aaminiina halkii hadaba dhulkii xabashida markay yimaadeen ay soo gaadheen dhulka xabashida markay yimaadeen faqamu way degeen aaminiina iyagoo marka xasi xasiloon iyagoo ku nabad galeen marka min aadan dhibti bay kaga nabadgalen yalxaqu bihim la soo gaadhsiin jiray min almushrikiina gaaladu ay soo gaadhsiin jirtay walam yabqa maca annabiy calayhi salaatu wasalaam nabigana calayhi salaatu wasalaam umaysan hadhin wayandamu ila alqaliil yacnii in yar mooyaane intii kale markaa subxaanallah xilligaa saxaabadu aad bay u yaray dadkii muslimiinta ahaa wa saabiqiintii dadkan aynu ka hadlaynaa wax yarun baa markaa nabiga la jooga calayhi salaatu wasalaam way hadaba marxaladda marka la marayo ayaa waxa islaamiga geesi weyn oo ka mid ah saxaabada rasuulka ridwanullahi calayhim waa cumar ibnu alkhataab cumar alfaruuq cumar alfaruuq ayaa islaamay subxaanallah wa fii dalika alwaqti waqtigaas iyo xilligaas iyadoo saxaabadu ay joogto ayaa aslama waxa islaamay ashahmu ninkii garaadka badanaa maskaxda badanaa caqliga badanaa fariidka ahaa الهمام الجيسي اللي باحة أهأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه العدوي القريشي أيا صو إسلامي بعدما كان عليه كدمركي كان عليه من كراهية المسلمين وشدة آدائهم كدمركي ومسلمين تقول نعبا يعني إسلام كواقي هرو النعبان شريوانو مسلمين تدبي شري وصحابة بدنا يدبي شري سبحان الله وقالت وحيت لليلة gabadha larada Layla oo ka mid ah saxaabiyada ixda muhaajiraat oo ka mid ah dumarkii hijrooday ayagu li ardi al-habasha dhulka xabashida u hijrootay maca zawjiha iyadoo ninkeedii la socota ayaa waxay tidhi kana Umar ibn al-Khattab ninka la dhada Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wuxuu ahaa min ashaddi an-nasi alayna fi islamina ninka noogu daran markaanu islaamnay ninka noogu daran ayuu ka mid ahaa dadka dhiba falamma rakibtu ba'iri hadaba markii aan awrkaygii fuulay aan doonayay inaan safro uriidu an atawajjaha ila ardi alhabasha ee markaa subxaanallah aan doonayay inaan wajaho dhulkii xabashida aan qabto id ana bihi ayaa iga soo horyimi subxaanallah ninkii ugu darnaa ee nacbaaso maaha muslimiinta nacbaan jiray waagii hore karaahiyeysan jiray ayaaba markii ugu horreysa aniga iga soo horbaxay bal ka warani muslimiintu si qarsoodiya bay u baxayeen cumar ibnu khataabna ma taqaanaa عمر بن خطاب وحد عليه خطاب يا دلي خطاب ودغح وقلب دغح ومعنق وانين ادق يا ابتوا ابو جهل ابو جهل راس الكفر قال هذا مدح ليدو دنا ابتبو يحي ابو جهل دا ابتغي وي خطاب ويسنا مدح ادق ودغح ادا او اسغنا معنق غهنا ابو اها عمرنا وحو نوقدينين اد ادق او قلبسن اسلام كهور سبحان الله بل نينكا سوكا سوهر بخي ادو غبدو مسكينه دم خو كوغو سمين لها إذ أنا به ساسا بيسا وجهي فقال وحو يقول إلى أين يا أم عبد الله أم عبد الله هي حقاتك سعطا فقلت مكاسا وحان كوري قد آديتمونا في ديننا دين تيدي بدن قد ابتان نذهب في أرض الله حيث لا نؤدى وحان اتقنا دولك إلهي ميل أن لقد بينين فقال وحو ده عمر صحيبكم الله إلهي هيدين لجرو إلهي هيدين إلاليو يا الله نكي هذا كاي قلف سنة أيا وحو أدعي لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه مغير الأحوال صحيبكم الله بن أيو كرهن فلما جاء زوجي وحي تني مركا هدا مركي نكي إيمي عامر لودين تري أخبرته بما رأيت من رقة عمر أيا وحا نغور رمي إن نكي عمر ما أنت ونين دبعسان ونقضو ونوضل يعني ونوضي مرساناتي فقال وحوري ترحبين أن يسلم ما أحد مالين سينو إسلامي وعمر واحد فيلي سينو إسلامي مساء سيد الرجين إسا والله لا يسلم صحابي كاسي وحوري والله لا يسلم عمر إسلامي ما يلابن كدارته حتى يسلم حمار الخطاب إلا ما يوك إسلامه دميرك خطاب اللي دميرك إسلام نمدو قدو نيكا نداغ حسدو إياهي أو قلب سينيها دميرك ساكدو إنو إسلام وذلك لما كان يراه من قسوتي سببتنا وحي أهيد وحوي قسوتي يعني أدادايك يكو أركي جيرين وشدته يسيدوك درناتي وكو درنا على المسلمين مسلمين توكو درنا أوديد أي مركا كبر رجل ديغان بينو كاسي سو إسلام
ولكن حساهات حصلت له بركة دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحكو دعدي مركا اسغا بركدي دعادي النبي دعيهي بركدي با كو دعدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فانه النبي قال عليه قال وحو ده قبيل اسلامه عمر انتان اسلام وحيرك هور اي وحو ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرين او بعمر الهي اسلامك وحد كو خوغيسا ان عمر كو لبدا عمر ميد كميده كو ان خوغي او كو قوي لبدا عمر اللي شيغي هو عمر بن الخطاب الفاروق ويوكو يا عمر عمرو ابن هشام وعمر ابن هشام نوايو وابو جهل وابو جهل با واحد اللي يجري مقي عيسى ابو جهل واحد اللي يجري عمر ابن هشام مركا عمر ابن هشام يا عمر ابن الخطاب عمر ابن هشام وابو جهل لبدود واحد هاي لبا مركا أدق أو قلب سن لكن لبدو دبا وحي لهاين قوان أدق بلاين قوان أدق أي لهاين هدي إسلاما أن أمدر دنبا لا إسلاميس قرونا دنبا إسلاميس سيدو كلا فكرة دي سنة ننكو أدق ويانو كرد من أي لب كستو كسو قاد ولذلك بو رسول صلى الله عليه وسلم إلهي بو بريا وحور إلهي لبدا نحو قواوين لي ميد كميد أه إسلام كو مركا سبحان الله كو نوغو قرقا إلهي دعادي سيبو أقبالي تهتنا الله وحو دورت عمر ابن خطاب عمر الفاروق أبو جهلنا والعياذ بالله قال وين أيو النقضي وكان إسلامه وحنكو إسلامي سيبو عمر ابن خطاب في دار الأرقم من الأرقم رضي الله عنه دارتي صحابي قالوا رنجريد أرقم من الأرقم دارتا سوكسو إسلامي أن التي كان المسلمون يجتمعون فيها هل كاسو مركز سبحان الله مسلمين تأيسوكو إمن جيرين ان طبعا ودادكو سو كوب كوبياي قابكو كوسو اسلامي waxay ahayd ان waxa dhacday isagoo kusoo socda wuxuu go'aansaday wuxuu yiri maanta wayna soo dilay muhammad safti bu soo yani abaystay oo soo qaatay oo soo jeeni qaartay hubkiisi kolku soo baxay ba saxaabi kale ayaa ka horimay deetana wuxuu ku dhaw waxaad ku socotaa wuxuu dhay muhammad ban dunyada maanta inaan dilo aniga hadii la doono haba lay dile wuxuu ku dhahay intaanad muhammad u tagin oo maxaad wax uga qaban wayday buu ku yiri Fatima bintu Khattab walaashaa ah iyo Zayd Sa'id bin Zayd oo isaguna markaa Fatima oo walaashada ah ninkeeda ah sidoo kale aad ilmaadeertihiin waa kuwana Islaamayo Qur'aanka waxa uu akhrinaya ba Khabbab ibn al-Arat Subhanallah ma walaashay ba Islaamti buu yiri isagu da Islaami ma adeegsanayn wax uu yiri ma walaashay ba markaa diintii beddeshay waxa la yiri orodo tag uu soo baxay Subhanallah gurigii buu yimi walaashay Fatima bintu Khattab wuxuu dhageystay quraankii iyo marka codki markuu quraankii codki uu dhageystay ayuu albaabka soo galay subhanallah markii la maqlay subhanallah la wa umar markii dabeyshiisi la arkay la maqlay ayuu khabaab horta ardayo subhanallah meel buu ku dhuntay subhanallah fatuma markii albaabkii ka furtay wuxuu dhahay waa maxay hadalkan maqlay waxay dhahayn waxba maad maqlaynin subhanallah dabadeedna walaashi buu dirbaaxa ku dhuftay ilaa ma ay wajigeeda dhiig ka yimi markaasii geesinimo muujisayo waxay tidhi hadii xaqu anu ahayn waxaad rumaysan tahay ka war waa hadduu xaqu dhanka kale yahay ka war markaasaa qalbigii baa u dabacayo markuu arkay walaashiyo dhiiggu ka qubanayo subxaanallah sidoo kale riwaayo kale tilmaamaysa xitaa seedigii oo ay ilmaadeerna ahaynu saciid ibnu zayd oo isaguna ka mid ah subxaanallah axad cashar ilmubashiriina biljanna tobanka saxaabiya jannada loogu bishaariyay saciid ibnu zayd waa ka mid ah radiallahu canhu wuu ixidxidhay buuri لقد رأيتموني وحكوا لي واحد ياركي سيسوغا إلا يحرحر أيو عمر نين وين أحرق وين بوها سبحان الله أو دير صحابة مركو سبحان الله مركو لتاقن يهي إساقيا خالد بن الوليد أيا مركي فايلك النبي صلى الله عليه وسلم فايلك ساوق لنا يصفوفتا أيا سيدا مدى حدو تاقنا مركاس عمر بن الخطاب نين دير أحرق وين أيوها سبحان الله مركا واحد عدي ولا ليال een quraankii ayuu markii dambe akhriyay quraankii markii akhriyay tii maya waa inaad soo daahirisaa oo soo daahiriyay quraankii buu akhriyay subhanallah deetana wuxuu yiri nabi maxamed ha lay geeyo khabaab ayaa saxaabigii baa meesha ka soo booday yidhi bushaareysa umar nabigu shalay tolu ku duceynayo lahaa ilaahayo labada umar mid kamida soo islaami maanta ducada ay kugu dhacday umar uu soo baxay markaa subhanallah wuu soo baxay wuxuu yimi gurigii daaril arqam ibn al arqam albaabki markuu garaacay ayay fiiriyeen waxay dhahayn waa kuma deetana wuxuu yidhi waa cumar ibn al khattab cumar waa laga cabsanaya subxaanallah markaas uu waxa joogay oo la saddex casho ka hor soo islaamay saxaabigii kale geesiga ahaa ee xamza
ابن عبد المطلب حمزة ابن عبد المطلب والنبي قادر كيها محور دهي كفر بيد الباب سيفتي سوسيتنا هدو شر دون يشر ويمي سيفتي سنكو كلا قيم بيد سبحان الله هدو خير دوننا خير بنجهني لكن يا كفر الباب وحا كفر محمد رسول الله محمد وهاي سجن الجيسي صلى الله عليه وسلم يا صباحي الباب مكفر ده تنا هالكاس وقبت يعني المرضي مرتي wuxuu isku qabtay maradii iyo galkii seeftu ay ku jirtay markaasuu ku dhahay nabigu kaleey salaatu wasalaam ma joojinay saibnu khataaba waxaanad ku wadid muslimiinta iyo dhibta mise waa ilaa intay kaaga soo degaysa wixii ku soo degay waliid ibn mughira oo isaguna gaal weyn ahay aayada quraanka ay shika warramiin darni wa man khalaqtu wahida aayadkaas ay ku soo degeen subhanallah dabadeedna wuxuu dhahay waxaanu iimaanaa islaamo wuxuu ku dhawaaqay ba shahaadadii أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فكبر رسول الله رسولك إلهي بمركة تكبيرته الله أكبر مركة سيفهم يا صحابة ديك لو قولك كوتشورتي يجينا مركة سيتكبيرتين أو اللي يدحيتا تكبيرتي الله أكبر تودي مساجد كي يأجي مقالة مدينة دنبالا غم مقلي انتا سوا سو قابنا انو سو قابنا قابك مركة وصو إسلامي جيسي وينا مسلم كاها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عمر الفاروق رضي الله عنه وايهي محور داهي هدبا وكان إسلامه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم وحونا كو إسلام دار تا أرقم ابن الأرقم التي كان المسلمون يجتمعون فيها واي مسلمين تكو كل مجرين وقد حقق الله بإسلامه ما رجاه عليه السلام الإسلام نمدي سنة wuxuu alle ku xaqiijiyay wuxuu nabigu rajaynayo oo ah inuu islaamkii uu xoogaysto oo islaamkii uu xoogaystay faqad qaal abdullah ibn mas'ud min riwayat al-bukhari abdullah ibn mas'ud baa wuxuu leeyahay radiyallahu anhu xadiis ka marka bukhari uu soo saaray ma zilna izzatan mundu an aslama umar kama nansu lin bulayahay awood iyo sharaf laga soo bilaabo maalintii umar ibn khattab uu islaamay illa intaba izzo ayo marka sharaf iyo weyni iyo awood baa lahayn buuri fa innahu talaba min rasulillah sidoo kale wuxuu ka dalbaday markaa Umar radiyallahu anhu min rasuulillahi rasuulki laa wuxuu ka dalbaday an yu'lina inu i'laamiyo oo uu baahiyo salaatahu fil masjid inu salaadiisa bannaanka ku tukado waa maxay isla qarinaysan xilliga islaamku meel qarsoon ayaa lagu tukan jiray dadku markaa dacaf yahay way markaa subhanallah waa dhib badan baa la soo gaarsiin jiray isagu wuxuu dhahay waxaan ku soo tukanayaa masaajidka fa faala sidii baan u sameeyay وقد أدرك الكفار كآبة شديدة حينما رأوا عمر أسلم قال دينا وحابك دعد مرقو أي اللي سودر استمر كأركان عمر إسلامي وكانوا قد أرادوا قتله وحين الدونينين الدلان طبعا كتابنا ومختصر وياني عمر بركو إسلامي وحو قبتي أبتقي بو قبتي وأبتقي واي وأبو جهل الباكو كقراعي كسولي سودة ووابتي كسولي موقتهي وان إسلامي kaso abu jahl subhanallahi ta'aroday ayu albaabka ku soo xidhay subhanallah marka guri kasto oo nin kasto gaalo madaxa oo ma cangaga oo qalbigiisu adag yahay oo diinta ku kakan oo adadag oo dhan intu albaabka ku garaacay uu sheegay subhanallahi inuu islaamay ila markii dambe uu nin wariye ahaa oo dadka warka u baahin jiray uu u sheegay ku yiri maanta magaalada makoodhan ogeysiin inaan islaamay deetareen turniki go'isi qaatay oo sidaa u lulay buu yidhi moogteedeen cumar diintii buu bedelay sabaa cumar sabaa cumar cumar diintii buu bedelay cumarna radiyallahu anhu dabadiisu taagan yahay wuxuu leeyahay maan bedelin diintaydii waan islaamay kolkaasaa laysugu yimo la tumay la tumaysna uu la dagaalamay boqolaal nin laa xawla walaa quwwata illaa billaah way wa kaanu qad aradu qatluhu wa haydoonin inay dilan hatta ijtamaa jam'un hawla darihi yantadirunahu illa ma yako habadani ay isugu yimaadeen gurigiisi iyago sugayo doonayaan inay dilan fajaa wa hayma al-aas ibn wa'il as-sahmi nikala al-aas ibn wa'il wa amr ibn al-aas abihi aha oday wim bu haya wayela an ayaa yimi wa huwa min bani suhm isaguna qabaailka sahmiyiin tareer quraysh kamida xulafa bani adi qawm umar wa ay xulfa wadaagnayhiin qabaail ka reer quraysheed ee reer bani adi oo umar ibn khattab ka soo jeeday ninkaas ay yimi wa alayhi hillatun hibra isagoo sita markaa maro madow wa qamisun makfufun bi harir iyo markaa khamis ka hooseeya maradaas wa cabaayadaas waxa ka hooseeya markaa subhanallah khamis harir lagu tolay harirta lagu tolay oo lagu nashqadeeyay
فقال لي عمر مركاس نيكا سوخو كو دهي عمر ما بالوك محاسيه بل حالتا دا كور فقال وخو دهي عمر زعم وحي شيكتن قومك قومكاغي وحي شيكتن انهم سيقتلونني ان اسلمت اني ديليان مكي ان اسلامي قال وخو دهي عاص بن وائل لا سبيل اليك كما سو غاديان كواسي فانا لك جار اني كا مغن غلينيه فامن عمر بو مركا مغن غلي وخرج العاص نيكي اودي عاص لو رجيرو سو بخاي فوجد الناس وخو نه هلي ددكي oo marka qad sala bihim ulwadi oo isku soo wada ururo isku soo shubay toga oo deenayeen Umar wax yeleeyeen ama ay dilaan faqala wuxuu dhahayn odaygi ayna turiiduna war xagaa ku socotaan qaalu waxa dhayn uriidu hada ibn al-khattab alladhi saba waxan ku socona ninka ibn al-khattab la dhahde ay mi ka diinta bedelay qaalu wuxuu dhahay la sabila ilayhi ma gaadhiisan ninka faraja an-nasu min haythu atu ana dimagan galiye buu yidi taatan dadkii meesha ay ka yimaadeen ay ku laabteen oo ay ku noqdeen way rujuu muhaajiri Habasha en sahabadeenu tilmaamnay inay hujiroodeen dhulka Habashida oo ku soo laabtay en magaalada Makkah wa ba'da 3 ashhur saddah bilood kadib min khuruji muhaajiri Habasha markii ay dadkii sahabadii u hujiroodeen dhulka Habashidu en kadib saddah bilood rajacu waxay ku soo laabteen ila Makkah magaaladii Makkah hadana markala ku soo laabteen haythu la tatasayyaru lahum al-iqama halka su'aalin u fududayn inay deganaasho rasmi ah ay ka helaan oo ay degan fiha ayada dhexdeeda laannahum qaliilul adab kaw sababtu ka waa horta tiradoodu way yartahay waa laga tiray badan yahay wa fil kathrati ba'dul uns bushan sidoo kale ee markay dadku badan yihiin waa bay isweheshadaan oo wehel siba jira jira in la isweheshada jira laakiin markan cidina isma weheshan karto dadku way yariin wa adif ila dalika an intana waxad ku dartaa buudi annahum ashrafu quraish wa ma'ahum nisaa'uhum dadkani waxay ahaayeen reer quraaysheed madaxdoodi ama caruurtii madaxda reer quraaysheed ay dhaleen ayay ahaayeen oo waliba waytay xilliga haweenkoodii mid walba gabadhiisi aan oo qabay markaa subhanallahu uu la hijrood wa haulaa kuwaasina la yatiib lahum maayishun fi daar ghurba kuwaas markaa aanay u hagaagsanayn ama aanay u haboonayn inay ku noolaadaan dul markaa qurba ah bi hadii xaalada xaaladda noocada ah inay sida ku noolaadaan ay dib ku tahay waqad awla baad al muarikhin dad kamida taariikhiyahanadu ayaa waxay shideen ba bi hikayatin warbay sheegan yajalunaha ay ka dhigayaan sababan sabab uga dhigayaan fi rujuuci muhaajiri al habasha an salaabashada saxaabadi habashi dhulka habashida ka timi an maxay u salaabteen hadiis bay sheegan ama warbay sheegan iyagu ay sabab uga dhigayaan وهي ارنكاسنا وحوي انهم وحي انه بلغهم اسلامهم ارنكاسنا وحوي وحا غاداي نيمانكي صحابدي تغدولكا حبشيده وحا لو شيغو غاداي اسلام قومهم ان قوم كودي رير قريشدا اسلامين حينما قرأ عليهم الرسول كدي مركي الرسول كو اخريي قومكي رير قريشيد سوره النجم سوره النجم كو اخريي وتكلم فيها كلاما حسنا او كدي نو كو هادلي هذا الوناكسن عن الهتهم oo ilaahiyadoodii uu hadal wanaagsan ka sheegay saasay sheegan haythu qala ba'du sida halkaas uu dhahay yaani war ay muarikhiintu soo aroriyaan oo intooda badal aan sal iyo raad aan lahayn arintii buu sheegay halkan oo ku baraarujinaya oo ku baraarujinaya wuxuu dhahay in nabigu wuxuu akhriyay aayad quraana oo ah afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata thalithata al-ukhra sad labada aayadood markii uu akhriyay ayaa waxa sheegteen marka een arrintu horta sida ay u dhacday baan idin sheegayaa marka koowaad nabigu isagoo la jooga saxaabada iyo marka isagoo jooga baan u jeedaa in masajidka jooga ayuu wax akhri suuratu wan-najmi suuratu an-najmi oo ah suuradaha ugu cajiibsan ee quraanka kariimka markii uu akhriyay ee uu dhameeyay maareeyta khawaatimti aayadihii ugu dambeysay uu akhriyay een ayaa marka nabigu uu sujuuday markii uu sujuuday bay marka quraankii bay la yaabeeno markuu dhahay fasjudu lillahi wa'budu ilahi wasujudu ibadaysta markuu dhahay bu nabi gu sujuuday tan gaaladii quraaysheed oo dhaba sujuuday quraankii markii way hayn kari waayeen way la sujuudeen maxaa dhacay walaaliyaal markaas la ceebeyay la dhisoodinkan ee nin ko madax reer quraaysheed sujuudinkan isi almaamays waayay ee sujuuday way sujuudeen nabi maxamed ilahi si uu sujuuday markaas ay dhahayn maya gaaladii quraaysheed baa tilmaamay maya umanna sujuudin maxamed quraan kana uma nasu jo maxaa uu sujuudeen wuxuu amaanay wa sheekteen maragta wuxuu amaanay ilaahiyadeeda ayuu noo amaanay subhanallah ilaahiyadeedu marka cudurdaar bay uga dhigayaan dadkii kale subhanallah ay ku dhahay maxaa uu sujuudeen
ayaa waxay cudurdaar ka dhigeen. Maxamed baa ilaahiyadeedina ammaanay. Subxaanallah, arrintiiba halkan ku baraarujinayaa inaanu nebigu ammaanin wax ilaahiyadooda iyo sanamyadooda toonaanu aanu ku ammaanin. Marka waxay sheegteen inuu yidhi tilka la gharaniiqu, gharaniiqu waa jamcu gharnuuq, waa malaa'igta ama wa hiya tuyuur, waa shimbiraha loo ekaysiiyey moogta. Waxaa jirta timthaallo ama subxaanallah sanamyo shimbir oo kale oo ay dhaha jireen waa malaa'igta ay dhihi jireen. Wa yuraadu biha almalaa'ika, shimbirahaasoo looga jeedo malaa'igta ayuu markaas ayuu sheegay oo uu yidhi alcula, kuwaas waa kuwa sarreeya buu yidhi. Wa ina shafaacatahum la turtaja, shafaacadooduna sanamyadaas walciyaadu billaah waa la rajaynayaa oo way dadka u shafeeca qaadayaan. Fasajaduu icdaaman lidalika wa farixan, markaasay gaaladii qureysheed waxay u sujuudeen arrinta iyagoo weynaynaya oo ku faraxsan. Ayaa arrintaana gaalada reer qureysheed baa sheegatay oo waxay markii la yidhi maxaad u sujuuddeen baa waxay dhaheen nebi maxamed wuxuu noo ammaanay ilaahiyada iyadoo wuxuu dhahay walciyaadu billaah sanamyada halka yaalle malaa'igta ahee markaa shimbiraha ka samaysan ayaa sarreyso shafeecadeeda la rajaynaya markaasaynu sujuudinay. Marka gabaad bay ka dhiganayeen iyo marmarsiya ayay ka dhiganayeen. Arrintii buu halkan kugu baraarujinayaa sheekhu. Waa arrintaasina mimaa la tajuuzu riwaayatuhu, arrintaasi wax laga sheekeeyaba karanba ma maaha ilaa can qaliili lidraaki alladiina yanquluuna kula maa wajaduu qayra muhbitiina min siixatihi, keliya waxaa soo arooriya dadka iska keena uun wax aan sal iyo raadba lahayn oon saxiix ahayn. وها نحن لا نسوق لك أدلة النقل والعقل على بطلان ما ذكر أننا وأننا كو كان يو كتسنين إن وركاسي ورآن سلب اللهين آن وهين إيه الدليل رسمي آن وهين سيدوك العقل قنا وديد يو. أما الحديث فسنده ورك النوع عاصهي هورتا سند كيسو ومتنه إيه متن كيسو سند كيه متن قالقاني waaba kuwa wax ka sii yihiin marka ama ghaliq ku jiro marka ayo daciifa wey. Sanadku waxa weeye xadiis marka la soo wariyo waxaa la dhahdaa can abi hurayra, waxaa laga soo wariyay saxaabiga, waxaa ka soo wariyay taabiiciga, taabiicigana waxaa ka soo wariyay kan. Silsiladda marka xadiiska ayaa sanad la dhahaa, silsiladda xadiisku waa daciif, matniguna waa xadiiska laftigiiso isaguna mararka qaarkood daciif buu noqdaa oo matnigu isagoo silsiladii ay toos tahay qof baa samayn karaya hadduu doono silsilad dadkeedu ay saxiix yihiin. Subxaanallah, rag saxiix meedhana Ibn Cabbaas intuu geeliyo subxaanallah can Ibn Cabbaas la geeyo ayuu matni been ama xadiis beena nebiga uu ka sheegi karaa. Markaa silsiladii saxiix bay noqonaysaa, raggaas waa rag saxiix oo laga qaato warka, laakiin matniga uu sheegay ayaa beena oo nebiga lagaga been abuurtay. Markaa saasay ku kala duwan, matnigu waa xadiiska, sanadkuna waa silsiladda xadiiska umaro iyo ragga soo wariyay waayahay. Wuxuu dhahay ama alxadiisu fasanaduhu wamatnuhu qaliqaan, fasanadu qaala fiihi alqaadi cayaad fi shifaai lam yukharij axadu min ahli siixa. Wuxuu wadaadka la dhahdo Qaadi Cayaad kitaabkiisa Ash-Shifa la dhahdo wuxuu ku sheegay in xadiiska nooca ah aanu sooba aroorinin dadka saxiixiyad, dadka saxiixa ahi ama culummada axaadiista saxiixa ahi mabay soo aroorininba. Walaa rawaahu thiqatun bisanadin saliim, sidoo kale sanadkiisu wax lagu kalsoon yahayba ma. Wa ama almatnu, xadiiska markaa la soo aroorinaya haddaba sanadkii garan inuu daciif yahay, matnigiina فليس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للمشركين مجانين بيولي حتى يسمعوا مدحا أثناء ذم إن صحابة الرسول يقالدو ما يأهين كوا والوالا أو يقول مركا مقلان بيولي أما لو سوچيدين أثناء ذم ويجوز ذلك عليهم فبعد ذلك ذكر الأصنام. يعني دادكو داد والا ما هو سنم يديمي كيلا نبيقو عايي ayuu haddana ammaanayaa wax caqliga geli karaysa maaha buu yidhi. Dadkana xitaa gaalada ayaan ka suurtoobaynin oo waxa aan rumaysanaynin, sawkii nebigu imika cayay. Midda kale, xujayba ka dhigan lahayn hadday riwaayadaasi saxiix tahay oo ay dhab tahay xujay ka dhigan lahaayeen oo mar walba nebiga kula doodi lahaayeen waxay dhihi lahaayeen. Sawdigii maalintii caynkaasa noo ammaanay, sawdigii maalintii noocaasa noo weyneeyid sanamyadeeda manaysan dhicin ee war beena iyo kuturikuteenba iska ahayd iyo wax markaa layska su'aalifay oo gaaladaasi ay akhriyeen. إلهي وحرين هي سنم يداسي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وحوي ومقعيو ولا تي عزي مناتا وسنم يدا عابد جيرين
waa magacyo buu yidhi Alle subxaanahu wa ta'ala samaytumuha idinka magacaabay oo samaystay antum idinka wa aabaukum ya abiyashin ma anzala Allahu biha min sultaan Alle subxaanahu wa ta'ala wax daliil ah uma soo dejinimba wax daliil ah uma soo dejinimba ilaahay ma wuxuu ku farayaa sana macaabid wal iyad billah maya fal kalaamu ghayru muntadimin hadha al quwamid an nidaam sanayn ولو كان ذلك قد حصل لاتخذه للكفار عليه حجة يحاجونه بها وقت الخصام هدي ارنتاسي اي دعدين غالدا قريشيد با وحي كدغن لاهيد ميد حجه كو اه marka ay nabiga la doodayaan bay xujo ka dhigan lahaayeen wahum ayagoo aynu ognahay man na'rifuhu min al-anad fi ma laysa fihi adna hujja fa kayfa bi hadhihi innago og inay waxyaalo anadnima ah ay ku kacaan iyo waxyaalan xujaba noqon karaan inay ku kacaan oo dhigi jiraan xujeyno tahay abayaasheedaba sanamiyadan caabuday hadii arintaasi ay dhacdo oo ay dhici lahayd saxiix tahay bari hore ayaa maalin walba meel kasta laga sheegi lahaa ila waxyaalo kaba tamariya oo ka daciifsan ba waa kuwa hadalka saa u soo dhac galiye beenta ka sheegan ama xujada ka dhigtaa iyo wiye fa kayfa bi hadhihi bal tanna ka waran hadayba dhacday waana mid aan dhicin ba وليس ذلك القيل أقل من تحويل القبلة إلى الكعبة أرين تنوع عاس أهنا كميسن وينين يعني أما كميسن يرين عن دهنو إن كعبة ده مكي لو وريشي كعبة ده مكي لسو وريشي لو سو وريشي مكة المكرمة مكي وروح لو تكنشري حق أدن كمساجد ك إن مسجد القدس تتنع إلهي بوحو سو وريشي حق 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 كعبة ده يوسو وريشي سبحانه وتعالى مركا قبل لا يش وهذا قالوا فيه ارنت انا مكي دعدي وكو كا ورمي هادلدا بينتا اه اخريي ادهي سيدهي سورتغلو تهي او مركا يهوديه كريستان كيناي عادودن ما قالوا حتى سماهم الله سفهاء وانزل فيهم مركا ورركودي كوتليكوتين كا مركي اي اخريين ايو الله ايات وابكي كسو دجيه كوتيل مامين مانغاب يهين يسفوه سيقول وحيدهيا لله بآيات قرآن كله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول وحيدهيا السفهاء من قابك من الناس ذاتك كمدها ما ولاهم حكتش دي عن قبلتهم قبل دودي التي كانوا عليها قبل دي مركو هرائي أتو كنشرين محكتش دي سيدا سيدتك دهيا أيو الله دهي وين الدعلي أفر سيد المعجيسة الربي سبحانه وتعالى ilaahay wuxuu soo dejiyay quraan aan gaabku waxay dhahayaan maxaa ka jeediyay qibladoodii masjidul qudus ah maxaa ka jeediyay xagga kacbada ka dhigay sidii baana dhacdo intii sufahada ahayd baa sidii dhahday hadalkii ka dhahay oo dhahay maxaa ka jeediyay muhammad iyo saxaabadiisa qibladii masaajidka qudus ee uu jeediyay xagga qiblada marka ama kacbada walaakin lam yasmac an ay waahid min rijaalatihim walmutasaddirina lilcanaadi minhum sidoo kale buu yidhi arintaaba waa kuwii ka dooday buuri laakiin arintan kale cid kaloo ka hadlaysa ma jirto oo raggoodii ka mid ah dadkii canaad ka midna an qaala maa laka damamta aalihatana bacda an madaxtana waxay dhihi kariyeen buu yidhi ama qof keliya lagama hayo oo ku dhahay markaa nebiga maxay baad markaa subxaanallah aad ilaahiyadeeda markii hore aad u ceebaysay haddana kadib aad u ammaantay marka waa waraan sar lahayn وكان ذلك اولى له من تجريد السيوف وبدل مهج الرجال ارين تاسنا هتا دعده وها بي كجعلان لهاين يعني وحي ان كهور مرين لها وا اريمها marka ay seefaha ay ula soo baxane ay dhiga ragana ay ku daadiyan haday ba dhici lahay على ان المؤخرين الذين ينقلون هذه العباره ويجعلونها سببا لرجوع مهاجري الحبشه يقولون اثناء كلامهم ان الهجره كانت في رجب wuxuu sheegaya muarikhiinta dadka ah ee warka noocaas soo gudbiyay waxay sheegeen inay hijradii ama xilligii markaa subxaanallah ay hijroodeen saxaabadu kaanat fi rajab inay ahayd bisha rajab inay ahayd warujuu'i kaana fi shawaal markay saxaabadu soo laabteenna bisha shawaal bay ahayd wanuzulu suuratu najmi suuratu najmi nah waxay soo degtay kaana fi ramadaan bisha ramadaan bay soo degtay فالمدة بين نزول السورة ورجوع المهاجرين شهر واحد حلي مركا اي السورة اي سودكتي اي مركي مهاجرين تو اي صلى بتن بالكلي اي او دحيسي والمتأمل قفك مركا سي قطر فيريا ادنا او يعني مل قطر دير كفيريا تأمل وحوارك يرى ان الشهر كان لا يكفي في ذلك الزمن للذهاب من مكة الى الحبش ان بشا سكو في النين انو قفك كي ما تدولك حبشيدا oo u yimaada magaalada Makka wal iyaabi minha sidoo kalena uu ka soo laabto
hal bil gudaheeda inuu tago dhulka xabashida uu kaga soo laabto suurtagal maaha buu yiri liannahu lam yakun idhaaka maraakib bukhari sababtoo ah xilligaa ma jirin maraakib iyo doomo ku shaqeysa bukhaarka ama gaasta ku shaqeysa tashalu sayra fil bahri oo markaas isu socodka subhanallah in xagga badda markaa fududeynaysa wala telegraaf sidoo kale telegraafna ma jirin telegraafku waa waagii hore ee wadaadkani uu noolaa subhanallah sideetanaadka ayaa la isticmaali jiray marka waxaan ku bedeli karnaa wala emailat emailna ma isan jirin wala telefoon telefoonna ma jirin wala internetna ma jirin wala life kani mi kan ma jirin subhanallah marka wuxuu ku leeyahay bil gudaha suurtagal ma ahayn saxaabadu ay qabteen dhulka xabashida kadibna ay ku soo laabteen arintaas caqli gal ma li'annahu lam yakun idaka ولا تلغراف يوصل خبر اسلام قريش لمن الحبش فلا غرابه بعد ذلك ان قلنا ان هذه الخرافه من موضوعات هدبه يعني وحين وح يعني لا غريب سد ما هبولي هدن انه نور كاس حديث كاس هو موضوع ومد لغت بين ابو النبي وح مركا لا غريب سد ماها سببته ان كسته مركا انه كاغنو صورتغل ما هبولي اهل الاهواء الذين ابتلى الله بهم هذا الدين dadka waxa akhriyayna waa dadka marka balaayooyinka ah ilaahay diintan uu ku ibtileeyay subhanallah walakin alhamdulillah faqad manna alayna bihifz kitabina almajid alladhi yahkumu baynana wa bayna kulli muftarin kadhab lakin ilaahay ba ma hadda iskalaha inuu gumanna istay korkeena kitabka weyn ee kala xukumaaya war kasto been iyo war kasto labeen abuurtaba ku sheegay fa fi surati nafsiha isla surati laftigeeda waxaaba ku jirta وما ينطق عن الهوى كما هذا النبي وحوديسا والذي يلقيه الشيطان من اقبح ما يروي وحو الشيطان كنت ددك او شيغانا وا وحيالها وحو غخن فكيف يقول عليه السلام سيده بيس النبي او غسورتوبيسا او يجري على لسانه اما عرب كي سبا اي او غسو بحيسا مما يبث الشكوك في الوحي وحكيني كريا مركا سبحان الله وحي شك جلين كرا الامر الذي يريده السفهاء وارنتي مركات ددك ما انقابكو اي الربين رد الله كيدهم في نحرهم الهي بعد قرتودي كعليين والذي ورد في الصحيح سيدا الصحيح اي هاد بصو ارورتي في موضوع هذا السجود اي سجود داكو سو ارورتي وحاوي ما رواه ووحو ساروري عبد الله بن مسعود صحابي قال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وحو اخري والنجم اذا هوى سورة سو اخري فسجد وسجودي وسجد وحكل له سجودي من كان معه عدي سجل سعتي الا رجلا ما كان لغا ريبنين اخذ نكاسنا او قاتي كفا يعني قعنتي سو كسو قاتي من حصن عيد عيد يا مركا شيء اما سبحان الله ان يعمد اي سو قاضي على جبهته عيد بو مركا و خساري سبحان الله وجهيسا او فوررسن كر وايو لكن و خوري كسو قادينا سجودو عيد اسو سو قادن وجهيس كساري وقال وحيري يكفيني هذا تاسايق يقول فرأيته وحيري عبد الله بن مسعود قتل يسوغو لديني بعد كافرا يسوغو بعد كافرا انتا كدبنا وحان اركبو يري نينكي سيدا اها امين او لديني يسوغو قال وليس في هذا الحديث حديث كان نوع عاسي مركانا كومجرتبا اي دلالة وحل قد ليشن يكومجرتو على ان الذين سجدوا معه هم مشركون ان عندي لا سجود النبي يا هاين قالوا واحد دليل او كشيغي حديث كاسو شيغي ما جرتبا بل الذي يفيده لكن وحا او فايدين يو ان كفايدين حديث كاسي وحا وي قوله وهذا الكيس ان فرايته قتل بعد كافرا هذا الكلام ابن مسعود لي هي وحان اركي نينكي او marka kadib gaalnimo ku dhintay marka kadib gaalnimo ku dhintay marka waxaan ka faa'iideynaa xadiidka ninka noocaas ah leeyahay marka kadib uu gaalnimo ku dhintay annahu inuu kaana inuu ahaa muslim inuu ahaa markii hore muslim thumma ra'aytuhu irtada markana uu gaaloobay wa hada ma hasala min ba'd ad-du'af al-qulub taasina waa mid ku dhacday buu yiri ridadaasi iyo kuwa gaalada diinta ka ridoobaya waa kuwa ku dhacay dadka qalbiyadoodu jilicsan tahay الذين لم يتحملوا اللدى وكوي مركا ان حملن دبتي لو غيسن جيره فكفروا وقالوبن منهم وحكم علي بن اميه بن خلف نكلدهم هذا نكاس ولما رجع مهاجر الحبشه دومكي مهاجرين تي حبشد اي سو لابتن الى مكه دولكا مكه اي كو سو لابتن لم يتمكن من الدخول اليها ومي سورتوبن اني سو غلان مغالده مكه الا من وجد له مجيرا وحكل يسو غلا اي قف كهلا عيد مغانغليا سيسا فدخل وحا سوغلا ابو سلمى صحابي قال له
في جوار خاله أبي طالب. أبو طالب أو النبي مركز أديركي أها أي اسنا أبتي أو أها مركز النبي قال ما أبتي هانو أبو سلمة النبي قال إيدي بعد الشيء أي اسنا مجن قليا أبو سلمة. ودخل واحد كلا صوك عثمان بن مطعون صحابي قال له في جوار الوليد بن مغيرة. وليد بن مغيرة بن نبت قليسي أما مجن قليسي وقد رد عليه جواره أن مجن قليدي وسينا وعليا وحراني كما أنت وحي لك بلابو مح مجن قليا هايسين انتدك كلا عيان لم ينقوني حينما رأى ما صنعه بالمسلمين مركي وأركي تدك سيدة المسلمين الله قال الله لباتين يا مركو أركي أيو يري مجن قليدا دانا قاضو فلم يرتر لك من نقوني عثمان بن مطعون أن يكون مرتاحا إنه يسوس كالراحيستو وإخوانه معذبون ولا لدينا لربي العدبي كتابة الصحيفة مركي لا قريها تبا الصحيفة دا يا قرال كي لا قري ولما قرت الضاقة الحيلة مركي هدبا غير قريشات أرنتي أن أي بكفار قريش أرنتي مركي كو عريض النقطة كو أتكاتي عرضوا وحيو صوبندقن على بني عبد مناف غير بني عبد مناف النبي وكسو جيدا وحلو صوبندقن الذين منهم الرسول عليه السلام نبي وكسو جيدا وحلو بندقن دية مقبل لقات مضاعفة لا والله بلا بي ويسلمونه نبي قال انه قاع انجلي ورحولها قات ودي دا يمكت لفربدن قات النبي قال انه ديبا حولها قات النبي محمد كدورت مركا سبحان الله العك دورت فابوا عليهم كذلك ارنت ودي دا ريب بني عبد مناف ثم عرضوا على ابي طالب هذا انا مركا لي ابو طالب بيوحي يوسف بندق ريب قريشين أن يعطوه سيدا من شبانهم إن أي سيان ويل كميدا مدح دودا ويل كميدا رقا مدح دا أهي إن مدو دلو مدحها يتبناه ها كرصد أو ويل ها كاليكتو ويسلم إليه ابنه ابن أخيه وانا إن ادنوك عن جليسا ويل كأدا دير كوت ويلي قاميد فكرتنا عساركت ويل كأدا دير كوتا هاي نسي وندلنا ونقورعنا وحانا تبدل كذا قادتها ويل او دالي وليد بن مغيرة او خالد بن الوليد اي ولا لاهايين اي وليد بايدانا ويل كيغ هدو دونا هدلو هدو دونا سو دونا هكي يلو عن ابي طالب ويل كيغ قادو كرسا كده ارين تاسا الله صاحب بندي غنيك يا ابو طالب فقال وحدا يا ابو طالب عجبا وروان ياب بلبل ياب كان ايغا لكم تعطوني ابنكم واحد سينيسان ويل كيني واد ليد هدين كرسا اغذوه لكم او واندين قوطن يا علمهن واعطيكم ابني ويل كي جنوان يدين سينيا تقتلونه سياد الدشان مياد ويل جارك تي فكرة دي فلسفة النعاسة سبحان الله وكوك عن سيدة مركة أبا طالب فلما رأوا ذلك أرنتي مركة أركان هدبا أجمعوا أمرهم وحي هدبا كل ما شرك لا يسوي ما در قريش على منابذة بني هاشم وبني المطلب ولدي عبد مناف أرين مركة لقى سهر جيدو أو لقو كعي مركة een lagu la kacay reer bani haashim een guud ahaan reer bani haashim lagu la kacayo ay markaa ay isku waafaqeen wa ixraajihim yeyna ay ka saaran wa cun qabateen ba la saariya wa cun qabateen aya la saariya wa ixraajihim yeyna laga saaro min makkah magaalada makkah in laga saaro reer bani haashim oo nabigu uu ka mid yahay wa tadyiq alayhim adad isna lagaliye ya cun qabateen wa xadig iyo maxbuusnimo aya lagu xukumay فلا يبيعونهم شيئا وحبك ما يبنيان ولا يبتاعون منهم يجنا وحكم سو يبسنيان جنا عسجيبة هرت لقى شر اللي يدي كو واحد نسكو وافقنيا واحنا لقى يبسن يجنا ويا وح لقى يبني وياي حتى يسلموا محمدا للقتل إلا ما ي محمد يكسر عنجليان وكسر عنجلينا يا سلو دلو نبيجا والعياذ بالله وكتبوا بذلك وحي كو قورين مركاس ارينكاسي وحي اسكو وافقين وحي كو قورين صحيفه ورقد بي كو قورين وضعوها وصحي ورقد وحي دغان في جوف الكعبه كعبدا برتن كيدا اي دغان غداركي كسولولين فانحاز بنو هاشم بسبب ذلك في شعب ابي طالب ده تنرهيد بني هاشم باو اسكغه بخينو وحي قبتن بورها دوشودا ميل ارادو شعب بني ابي طالب لابا بورود بحدودا ميشاس أي دقين خير بني هاشم ودخل معهم بنو المطلب وحكى لو كسو بيري أيقو أو ضدكا كميد النقضي خير بني المطلب سواء في ذلك مسلمهم وكافرهم ها هذا قبيل كاسي كودي مسلم كاهي يكي قال كاهي يسوغي مادين
ما عدا أبا لهب مركا لغا ريبو أبو لهب النبي قادير كي وها فإنه أبو لهب كان وحوها مع قريش رير قريش بو يساقو الله صفنا والعياذ بالله وانخذل عنهم بنو عمه وحونا كحر كسيبتي أو بلنتو دي أبوريي إلما ديرد الرما أو رير بني هاشما يولا الذي عبد الشمس آن بني عبد الشمس ونوفل ابن عبد مناف وحونا مركا كبيري رجي كلا رير بني عبد الشمس رير بني نوفل سبحان الله واحد كذا رير بني عبد الشمس رير بني نوفل ابن عبد مناف كوا سويل ما دير ردي اها اي سجلت او خذلان كلك عيام وبلنتي كجبحي فجاهد القوم حتى كانوا ياكلون ورق الشجر دب اياك سو غاد قوم كي لما ايو اي دت كي ما دام عنت دي لو ديدي او ليلي وح بي اهنا يان لا سينين يان غنعسنا لا سمينين سبحان الله عنتنا يان لا سينين لغا ايبينين arintii baa ku cuslaatay xataa ay kaanu yaakuluna waraqa shajari markii ay waayeen waxay cuneen dhirta caleemaha dhirta ayay cuneen wa kana a'da'uhum yamna'una min at-tijara adawgooduna wuxuu ka reebi jiray oo u diidi jiray ganacsiga min mubaayacatihim min wax laga iibiyo wa fi muqaddamati al-mani'ina abu lahab dadka waxu diidayay nabiga iyo marka ay tolkiisa in wax laga iibsado ama laga iibiyo waxaaba ugu horeeyay nabiga adeerkii Abu Lahab hawa qaba Abu Lahab ayaa ugu horeeyay wal iyad billah okay in hijratu al-habashati athaniya hijrati labad ay sahabadu hijrodeen dhulka habashida wa ba'da dukhul ar-rasul wa qawmihi ash-sha'ba ama sha'ba abi talib أمر جميع المسلمين أن يهاجروا للحبشة مركو رسولك يا قوم كيسي يا قبيل كيسي أي قلين ماشي بورتا هيد الشعب أبي طالب هل كان مركي أي تجين أي النبي قوح فري مسلمين تي كالي أن يهاجروا إن يهجروا دان للحبشة دولك حبشي دين يهجروا دان حتى يساعد بعضهم بعضا عن على الاغتراب سيبت كود ببت ككالي أي إسو ساعدانو إسو كالميانو أو غربدا إلا بلد كأنا دولا نوا قريبت كود تهوت قربي سنت قربدا مركا إسكيغ ساعدان فهاجر وحا هجرود معظمهم صحابة بدن كودي وكانوا وحيا هاي صحابة هجرود نحو 83 رجلا كدوات صدحي اللحدن أما صدح يسديتا نن وثمانية عشر امرأة يسديد يطبان دمر وكان من الرجال رق وحا كمدها جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله جعفر ابن أبي طالب يا كمدها وكو وزوجه إن أسماء بنت عميس رضي الله عنها إياس جعفر هوين دي أوقبي إيه أسماء بنت عميس لورين تري وحكالو كمدها المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وحكالو كمدا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحكالو كمدا عبيد الله بن جحش ايا كمدها نينكا عبيد الله بن جحش ومرأته أم حبيبة بنت سفيان قبدو قبينه أما حاسكي سنة وحيد أم حبيبة بنت أبي سفيان أبو سفيان إن أنت ولا أم حبيبة لولج عبيد الله بن جحش قنينة ماركو نولك حبشيدة تقوي العياد بالله أي الدين تبكى بحكر استنبول نقضي إلى هنا خاتمة يبو والعياد بالله رب العالمين وحمي يو يسوق خمري عبي نفتك بحذي لكن هادنا سبحان الله يسوق ودن كيسي بو انتو كي جرو دي بو هالك هادنا التقي سبحان الله وحوي وارين عجيب والله ليا وتوجه لهم الذين أسلموا من جهة اليمن وحكالو ان سيدو كلا قبتي ان الذين اسلموا كوي كا اسلام ودن كا يمن صحابدي اشعريين تلو يقاني او هو غامين صحابي غلا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه او كيمي من جهة اليمن دول كا يمن حقا كيمي يغونا وحي او هجرو دينا ما يقبتين دول كا حبشيدا ان اشعريين تلو حكمي ابو موسى وبنو عمه ابو موسى الاشعري اي المدير هذي ولما رأت قريش ذلك رأى قريشيد مركي أي أركان إن أي سفر كا أي قلان مصحابضو وأي دولك حبشيدة أي قبتين مر لباد أرسلت في أثرهم عمرو بن العاص وحي كدبت ديرين لبنين أو رأى قريشيدة أو قراد بدنا وعمرو بن العاص نين كالردوهو يا عمار بن الوليد رواية كالانا يتلمامي سنين كالا لبنين باجرة أو عمرو بن العاص والاسكوا فقسيني
لكن نين كلابات أيال اسكو خلافة مع عمار بن الوليد بلو رجري مسا نين كلو عبد الله لو رجري لابد عن نين برواية دويتي الماميسا لابد عن نين بامركا أيال لغا ديرين مقالة مكة وحانا لو ديبي بهداين هديدا لو ديبي لو ديبي لنجاشي بقر كي حبشي دو تلين جري ليسلم المسلمون هديد داس قاعدة أديك يا بطاري قدادو يعني دادك وداد دادا يو الزارة دادو قاعدة هديد داسو نوسو قعنقني يا مسلمين فرجع شر رجعة ولم ينال من النجاشي لابد إنن والله سبحان الله والله بدي يو way soo laabteen oo si xun bay u soo laabteen wax guul ahna kama soo hoynin boqorkii xabashida najashi ee magaciisana la dhihi jiray asxama ibnu al-abjar oo islaamay isagoo saxaabada rasuulkana kamid ahaa radiyallahu anhum waxay kaliyo ka helen ilaa ihaanatan dulinima ayay ka helen maashi lama khaatabuhu markii ay la sheekaysteen boqorka من إخفار ذمته في قوم لا ذنب به إن أبريه بلان تدو كقاضي أو مغنغلية كدالبادي إن دولي يارين تاوديد بقر كي حبشيد أما بنو هاشم رير بني هاشم يغو سوما إن كواسي وحاين صحابة دي هجرة تدول كي حبشيد قول يهي كلا رير بني هاشم يغو محبوس كو آها شعب أبي طالب ونبي كنا أو كجرو أما بنو هاشم رير بني هاشم فمكثوا في الشعب قريبا من 3 سنوات هل كي أيقو بوريه الدشو داما لبدي بورد لحدو دا وحي جوغين 6 سنوات أيا مركا إن عناقبتين تالوغو هاي في شدة الجهد أيا دا مركا أرنتينا أي كو أتكاتي أي كو أتكاتي والبلاء لا يصلهم شيء من الطعام إلا خفية بلدنا أي كو سيادين وعنتنا وح يرمو يعني وح كلاني سو قارينين سبحان الله مركا أباربا كودا عدي داد كينا فقارين نقودين وح سو قاري سنة واللوايي سبحان الله إن ومركا ريب تاين تاليك بالي سو قاري سي نبيغا إيا صحابة دي سي إيا رير بني هاشم سي قودة هانا دانو تلمام نو وكوي مقالة داما كتشوغي إن inta waan ku dari karnaa insha Allah naqdu as-sahifati hadaba burinti la buriyay heshiiska saxaafada ku taalay wa qad qama wa haystaaga 5 min sharaf quraish shan kamida madaxdi reer quraish ay istaagay yutalibuna ayu talbana ya bi naqdin buriyan hadhihi as-sahifati adh-dhalima warqadi lagu saxayhay in reer bani hashim unaqabatin lagu soo rudugo ayay markaa diideen inay buriyan ba doonen وهم هشام بن عمرو بن الحارث العامري وهو اعظمهم في ذلك البلاء نينكا سيا اوغو ريال لدى هشام بن عمرو اوغونا وينا يعني يا نينكا كلا لدى زهير بن ابي اميه المخزومي ابن عمه الرسول عاتكا وانا نين اي نبي قال ما هنا وحا دلي اما وحا دشي عاتكا ابن بنت عبد المطلب عاتكا النبي ايددي ايي يحيى marka nabiga ninka ay ilmaabtimay ahay marka ninkaas oo isaguna reer bani umayya aha yani kala dhada hisham yani kala dhada mut'im ibn adi nawfali yani kala dhada abu al-bakhtari ibn hisham al-asadi yani kala dhada zam'a ibn al-aswad al-asadi intas ayaa isku waafaqay wattafaqu ala dhalika layna wa isku waafaqeen arinta goor habeena in la buriyo saxiifadi marka in ay ku qornay warkaas ama go'aanka lagu gaadhay inaan reer bani hashim waxna laga iibsanin ayagana wax laga iibinin aan laga guursanin ayagana aan loo guurinin lagu baqtiyo oo markaa jeelka iyo maxabasada ay ku jiraan falamma asbaxu hatamanni mankii arinta go'aansaday habeenka goor habeenaba go'aansadeen markii ay waa bariisteen ayaa qada waxay u kalaheen qada zuhayru wa alayhi hillatun fatafa bil bayti ninka zuhayr la yidhaahdo oo mara fiican sita macabaayadiisi sita ayaa markaa wuxuu tegay beytka masaajidkii xaramku tegay fataafa bilbeyti masaajidkii ama kacbadii buu tawaafay uma aqbala cala annaas deetana ninkii zuhayr baa dadkii buu hor yimi oo kasoo horbaxay faqaala wuxuu dadkii ku dhahay yaa ahla maka reer makow anaakulu acaam annagu ma cuntaynu cunayna wanalbasu thiyaaba ma dharna ma gashanayna وبنو هاشم قبيل كده ما رير بني هاشمنا والمطلب يا قبيل كده رير بني عبد المطلبنا هلكا وبهلاك سمين
لا يبيعون ولا يبتاعون وحنا ما يبينيا وحنا لقى ما يبسني والله إله بان كود أرتي لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة إله بان كود أرتي فريسان مايو إلا يلقى تشيح هي الصحيفة دابين تاه إحاران تاه أرين تلقو غاري الظالمة القاطعة أرين تامركا صحيفة تاه الظلم إيه أي كحسن تهي إن رحم كالاغويو القاطعه الرحم يعني لغويو الرحم كالاغويو الا واسكو قبيله وحوردن واسكو رير قريشيدون فقال ابو جهل هبار قبي ابو جهل بيستاغي الا سو مره به وحو انتو استاغي بو هذا وحي كذبت بين ما شيت الزهير دابا دنا فقال الزمعه لي ابي جهل نينكي كلا الا رغني ورغ همين كي سو ود هشيه نينكا صاب بلا برغي كلا ما شي فنديان تتنا فقال الزمعة نيكي الزمعة ايه الرقا كلا رقي هشيس كهبين كسوق لك كمي ذهبا وحو يولي لأبي جهل أبي جهل بكوري أنت والله كذبت ألا بين شيء ما رضينا كتابتا حين كتبت رالي كمان أنا هين مكد وحا قريسي فقال أبو البختري أبو البختري اسنا الرقا كلا كمي ذهبا اسكعيو اسنا استاقا وحوري صدق الزمعة نيك الزمعة لإلا ذا رمبو شيء ورالي كمان أنا هين مكد لقري وقال المطعم بن عدي مطعم بن عدي يسنى الرقا كمي ذهب وحري صدقتما رمبا شيكتن وكذب من قال غير ذلك بين بانو شيكي نينك وركا شيكتن وحك الدوان شيكا اما ان عكس جيد الشيكا ووقتش ذا ابو جهل بين نوالوي وصدق على ما قيل هشام بن عمرو سيدو كلا نينك هشام بن عمرو او دير نوركي نينك كمي ذهب يسنى رقي كلا ايو يلي رمبا شيكا فقام إليها المطعم من عدي فشقها ده تناني كيلو رين شري مطعم من عدي أي مركا انتو كعبدي قالي ورقدي قبطو يو تشح تشحي صحيفة دي مركا هشيس كالوكو قالي وكانت الأرضة أبوربا قد أكلتها أبوربا بعوني جيبي جيد وحبابا كمين نولين وحبابا كمين نولين با سبحان الله وأبوربا عوني فلم يبق منها إلا بما فيه اسم الله وحكاليو كبسي كتاليبا إن warqada meesha ay kaga bilaabeen bismillaah bismillaah oo kaliya ayay ku bilaabeen magaca ilaahay baan ku bilaabayna wixii kale wada dal dhulmiga iyo gardarrada iyo xaqdarradu ku jirtay abuur baba liqayo googoostay warqadii intii yarayd ninkaas ay gooyay waqad akhbar an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ammahu abu talib bidalika arintaan nabigaaba uga waramay adeerkii abu talib oo ku dhahay nabigu isagoo kacbada imanin ayuu uga sheegay oo uga waramay إن أبور عني ورقدي ورقدي هي صحيفة الشيخ ين أبور باب عني أذير كي بابو سي الشيخ با كهر إنتان أرن تعيدي بأوغاني قبل أن يفعل ما ذكر إنتان تدخوبا آني أوغانين أي أبو أذير كي أوغو ورحمي النبي عليه الصلاة والسلام فخرج القوم إلى مساكنهم بعد هذه الشدة تبدا دنا ريد بني هاشم وحاكو صلى الله عليه وسلم قريه دي نبتا كدب نبتا لسو دريستي كدب مركز أي البرية صحيفة دي iyo ballantii reer quraysheed ay iska qaaday ee ahaa in cunaqabateyn xagga dhaqaalaha ah lagu soo rogo nebi maxamed iyo qoyskii uu ka soo jeeday reer bani haashim way walaalayaal insha allahu tacaala waqtigeenni ayay gaadhay aynu soo gabagabaynayna inahaasan insha allahu tacaala ku soo afmeerayna inta aynu ku kulmi doonna insha allahu tacaala darsigan darsiga xiga oo insha allahu tacaala in ah habeenka jimcaha هدي الله كان إن شاء الله تعالى وحن تكتك يا هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله التوفيق.